وصلنا هسه لآخر محاضرة بيونت 5 اللي هي تيست 1 and تيست 2. تيست 1 صفحة 126-27 جدا مهم، تمارين البي جدا مهمة، وتيست 2 طبعا هاو يوصل إلى 128. تيست 2 هذا النص قراءة على المعاني ورح ناخذ منه فكرة الإنشاء، يعني هذا ما مطلوب منا تجي أسئلة وأجوبة أبدا، لكن مطلوب من عندنا أنه نكتب إنشاء على فكرة الفاست فود، عرفتوا؟ 130 على الفاست فود، يعني هذا تيست 2 كله، كل اللي راح ناخذه منه قطعة إنشائية جاهزة، راح يعني نهاية المحاضرة أنزلها صورة وتسجيل صوتي أقرأ لكم إياها، يعني شغلنا الأساسي كله هو تيست 1. نفتح كتبنا يلا، كتب النشاط الأكتيفيتي بوك مثل ما اتفقنا على صفحة 126. انتبه وياي 126 تيست 1 عندك اي وبي شفوي، استماع كاسيت، شغلنا يبدا من سي، واكتب لي مهم جاي بالامتحان مؤكد. نبدي complete the sentences with words from the box، اكمل الفراغات بكلمات من هذا المربع. الكلمات boil يغلي، bowl اناء او قلنا يعني اناء عميق، كاسه، fry يقلي، charcoal فحم، heat حرارة أو يسخن، sink السنك مال اللماعين بالمطبخ، slice شريحة، starving كلش جوعان ميت جوع، sweet حلويات، وtasteless ما بطعم. جملة رقم واحد، this is too هذه الطبخة هاي المرقة is a bit فراغ، can you pass me the salt ناوشني الملح، pass me ناوشني الملح. اذا طبخه شلونها tasteless، شنو يعني tasteless ما بيها طعم. نمبر 2، ام فراغ، when are we going to have lunch، ايش وقت نتغدى، مو اني شنو starving ميت جوع. 3، we can't have a barbecue، ما حنقدر نسوي شواء، ما راح نقدر نشوي، لان there isn't any، شنو ما عندنا وما نقدر نشوي من وراء charcoal الفحم. 4، can you fill some water and make the tea please، can you boil، اغلي لنا مي وسوي لنا شاي يلا. 5، the rice الرز isn't very hot، مو حار، شو الاكل بارد، let me فراغ it، let me heat it، خلي اسخن a bit for you in the microwave، بالمايكرو دقيقه واطلع على الرز يحمى. 6، sit down and I'll bring you a nice وينها bowl، يعني راح اجيب لك كاسة شوربة تخبل، bowl of soup. رقم 7، صفحة 127، where's the olives oil، اين هو زيت الزيتون، I'm going to fry some potatoes for lunch، I'm going to fry اقلي some potatoes for lunch. 8، there is lots of honey in this cake، هواية بها عسل، that's why it's so sweet، جدا حلو طعمها. 9، would you like a فراغ of cake with your coffee، a slice of cake، أجيب لك قطعة كيك، can you take these dirty dishes to the فراغ and wash them up please، dirty dishes الأطباق اللي ما مغسولة وين أحطها على السينك، and wash them واغسلها. نجي على التمرين دي، يعني اختيارات جدا مهم لا تنسون. 1، the river is very fast، النهر هنا سريع، and dangerous وخطير بنفس الوقت، the sign العلامة، موقع علامة مكتوب خطر مكتوب كذا، the sign says تقول you فراغ not to swim in it، not to swim، you must not، you should not، you might not، ما طولة جدا خطير، إذا must not والاختيار A، must not swim، ما يصير تسبح هنا. Number 2، I wish، أتمنى، ودائما ال I wish ما يجي وراها مضارع أبد، لو ماضي لو ماضي تام، إذا ندم ماضي تام، هادو تصريف ثالث، هنا متندم، I wish I hadn't said، I wish I hadn't said، I wish I hadn't said that to her، علوة لو ما قايلة لها هيج، she hates me، قامت تكرهني، إذا متندم، والندم ورا الـ I wish والـ if only شنو يجي؟ had زائد تصريف الثالث.
3. You Farah, do your homework tonight. It's the weekend tomorrow. باكر عطلة مو إلا تسوي الواجب اليوم. يعني you don't have to be. You don't have to do your homework. مو ضروري بالليل تسوي الواجب. 4. We Farah write about our favorite food for homework yesterday. وجود اليسترداي ماضي. إذا إيش راح نختار بالماضي؟ يجب بالماضي شختار had to لاختيار C. Number 5. If you change your life تغير حياتك. How would you change it? Would بمصدر. How would you يا نوع من إف الشرطية. ما طول would بمصدر. إذا إف بماضي. ماضي كان could. إذا if you could change your life how would you change it. حالة ثانية من إف الشرطية. رقم 6. There is a bad smell in the kitchen. أكو ريحة ما طيبة بالمطبخ. Empty the rubbish bin. فرغوا سلة الأزبال. إذا you had better. هذا للأدفايس للنصيحة. You had better. أي. You had better empty. أفضل أن نفرغ الأزبال. 7. What Farah buy first. إيش تشتري. If your father أبوك gave you 2 million Iraqi dinars. إذا أبوك اعطاك مليون يعني إيش تشتري؟ افتراضية. إف بماضي ود بمصدر. إذا what would you buy؟ What would you buy؟ الاختيار C. ليش؟ لأن إف بماضي ما طول gave بالماضي إذا ود بمصدر. 8. My brother أخويا works for the police يشتغل بالشرطة. But ولكنه مو ضروري يلبس الزي الرسمي ما يلبس زي الشرطة. But he doesn't have to wear a uniform. مو ضروري يلبس uniform يعني داوم مدني. ليش عرفنا doesn't have to؟ لأن يقول but ولكن هو بالشرطة ولكن مو ضروري يعني زي الشرطة. 9. If you don't feel well هنا إذا ما تحس بتحسن إذا أنت تعبان أنصحك I think أعتقد you should go and lie down. نصيحة. You should go اذهب and lie down استلقي مدد شوية ترتاح. 10. I wish I ما طول I wish وراها لو يجي ماضي بسيط لو ماضي تام. إذا ندم ماضي تام وإذا تمني بالمضارع يجي وراها ماضي بسيط. زين هو حاط اختيارات حاط speaking بالاي ان جي مترهم وspeak بالمضارع. اذا ورا الاي وش ايش راح اختار؟ spoke. I wish I spoke. اتمنى لو اعرف احكي lots of languages كثير من اللغات. هذا كان التمرين دي. راح اي مهم جدا اف الشرطية الحالة الثانية والقاعدة مالتها ايش تقول؟ تقول اف بماضي شيجي وياها ود بمصدر. اف بماضي ود بمصدر او ود بمصدر اف بالنص لا تنسون. اذا الاف جتي بالبداية لازم اكو فارزة بين الجملتين. نبدي I طبعا نعطيني give you some money if I have. راح يقولي طالب شلون عرفناها حالة ثانية لان هو كاتب لك لي فوق second conditional. زين بالمدرسة شو تسوي الست؟ لو اذا تريد تجيب لك مجهولين تكتب لك second conditional حالة ثانية. لو تطيق جهة وتعوف الثانية عليك على مود تعرف انت هاي حالة ثانية. فاش راح تقول I give شو تصير؟ would give you some money if I have. شو تصير have if I had؟ اذا if بماضي would بمصدر. I would give you if I had any money. Number 2. If I be you شو تصير؟ شو اتفقنا؟ If I were you لو أنا بدالك. I not lend شو تصير؟ wouldn't lend him شنو؟ your bike. كان ما أداينهم الدراجة مالتك البايسيكل. 3. Where you go if you could have إذا عندك شنو؟ free plane tickets عندك تذاكر طائرة مجانية. إذا هنا أنا إف بماضي الكان صارت could. تجون على السؤال هنا الاستفهامية
where you would لو would you مع طول استفهامية قدم الفعل المساعد فراح تقول where would you go وشوفوا ورا الود الفعل مصدر مجرد where would you go would بمصدر if بماضي where would you go if you could have plenty of أو a lot of plane tickets تذاكر طائرات مجانية أربعة if you wake up and remember and not remember your own name تخيلوا واحد يقول إنه ما يذكر اسمه أنا منو فافترض نفسك بهالحالة if you ما أقول افتراضية if بماضي if you woke up إذا استيقظت and didn't remember ما تذكرت didn't remember باعوا if بماضي If بماضي, if you woke up and didn't remember your own name, what would you do? Would بمصدر, what would you do? شو تسوي بالله؟ شو تسوي؟ وقعدك شي. رقم خمسة. If she lived nearer, الله لو ساكنة يم بيتنا وما يشوفها. إذن الله يساعد قلبك. إذن if she lived nearer, لو هي تسكن يم بيتنا ده يتخيل. I would see her every day. Would see. إف بماضي وذ بمصدر انتهى تمرين اي على اف الشرطيه ونجي على اخر تمرين بتيست 1 اللي هو ماتش وصل ذا سنتنسز بيجينينج اند اندينج وصل البدايه ويا النهايه بس رايت فول سنتنس اكتبها جمله كامله بوت ذا فيربز ان ذا كوريكت تنس يعني صحح الفعل راح توصل وتصحح الفعل انتبه وياي دو يو ويش ورا الوش يجي ماضي Do you wish you were still on holiday? هل تتمنى لو أنت بعدك بالسفرة بالعطلة؟ Do you wish you were still on holiday? اثنين I wish I knew her name. على واعرف اسمها. I wish I knew. ماضي knew. knew بالإي. شوفوا طلاب. knew يعرف. الماضي تصير الأو إي. knew. I wish I knew her name. على واعرف اسمها. ثلاثة My grandmother Bibi wishes تتمنى لو تعرف تسوق wishes she could drive إذا هي قاعدة بالسيارة وتتمنى لو تعرف تسوق she wishes she could drive دائما بالتمني بزمن المضارع يجي الفعل ماضي يعني الاي wish والاف only يجي وراها فعل ماضي بسيط نجي على أربعة سلوى wishes she didn't have to wear glasses لابسة النظارة وزعجتها الوالو اني ما البس مناظر الوالو مو ضروري البس المناظر اذا سلوى wishes تتمنى she didn't have to wear glasses خمسة they wish they had a bigger house بيتهم صغير they wish يتمنون they had شوف ما يصير يقول they have ليش لان بالتمني فعل ماضي they wish they had a bigger house والجملة الاخيرة حليم wishes He lived near the sea. يتمنى لو يسكن يم البحر. يتمنى لو بيته يم البحر. إذا حليم wishes يتمنى he lived near the sea. طلابي وصلنا إلى صفحة 129. النص هذا على الفاست فود. ماخذ الكلمات مالتها كلها للإنشاء مالتكم. لأن بالأخير راح يطلب منك إنه تكتب قطعة إنشائية على الفاست فود. النص هذا اللي تشوفونه نشاط صفي. للمناقشة الصفية فما راح أذكره اليوم بالمحاضرة واللي محتاج المعاني مالته فهي بالملازم كلها موجودة النص والترجمة مالته المعاني لكن هسه راح ننتقل إلى آخر جزء بيونت 5 اللي هو سؤال الإنشاء المطلوب الثاني والمطلوب ليونت 5 اللي هو يتحدث عن الفاست فود أكو شيء أكثر بعد تحبوه إذا الإنشاء يتحدث عن الفاست فود راح ننتقل هسه للتسجيل الصوتي على ما تشوفون الإنشاء ويكون هنا انتهى إن شاء الله يونت 5 نلتقي بتسجيلات جديدة على يونت 6 بإذن الله Thank you طلابي هذا الإنشاء اللي راح نختم به محاضرتنا اليوم منطوق السؤال راح يكون Write about fast food وجبات السريعة نبدي طبعا لازم لا تنسون تكتمون العنوان لان اذا نسيتوه تنقصون درجه وشغله ثانيه كل انشاء يبدا بنتبدي كتابته تترك مسافه كلمه بالبدايه بكل مقطع بكل بدايه مقطع تترك مسافه كلمه
نبدي. A lot of people, كثير من الناس nowadays اليوم love fast food, يحبون الوجبات السريعة, especially منو teenagers, أعمار المراهقة. Most يعني عمر من 11-12-13 إلى 20 سنة. Most teenagers, أغلب هاي الأعمار love, يحبون الفاست فود, وجبات السريعة, because it's cheap, رخيصة, quick, سريعة, and convenient, ملائمة ومتوفرة. However, مع إنه هاي للتناقض, doctors دائما الأطباء say, يقولون it's bad for young people's health, هي سيئة على الصحة, because it has too much fat, لأنها تحتوي على الكثير من الدهون, salt الملح, and sugar السكر, and makes them overweight, تخلي الناس يزداد وزنها تسمن. انتهى المقطع الأول, نبدي بالمقطع الثاني. نترك مسافة كلمة ونقول environmentalists اللي هم أصدقاء البيئة والمتخصصين بالبيئة سيقولون that fast food الأطعمة السريعة الوجبات السريعة damages تحطم the environment البيئة because of their plastic containers بسبب الحاويات أو العلب البلاستيك مالتها. Many people كثير من الناس through these plastic things يشمروها وراء الاستخدام on the streets بالشوارع and burning plastic causes pollution. Burning plastic حرق البلاستيك causes pollution يسبب التلوث. نقطة. انتهى المقطع الثاني. نبدأ بالخاتمة ونترك مسافة كلمة ونبدأ بكلمة finally, بس سووها capital letter, حرف كبير. Finally, وأخيرا, we can say, نقول that people can reduce, يقللون the bad effect, التأثير السيء of fast food. شلون الناس تقدر تقلل تأثير السيء للفاست فود؟ By not eating the same thing, ما يأكلون نفس الشيء all the time, طول الوقت, يبدلون يغيرون. By drinking water, يشربون مي instead of sweet drinks, بدل المشروبات الحلوة هذه. And make sure, ويتأكدون you throw your, make sure تأكد أنت أنه you throw your fast food containers and cups in a rubbish bin. تأكد أنه أنت راح تلقي المخلفات سواء باقي العلبة مال البيبسي أو الباكيت مال الفرايز أو أي شيء أكلته أنت, باكيت البيتزا خلي نقول, شاكو شيء أكلته, تأكد أنه شمرته في سلة النفايات, مو شمرته بالشارع وبس تخرب البيئة. إذن طلابنا الغالين, الحمد لله نا انتهى يونت 5, ونلتقي بفيديوهات جديدة بإذن الله ويا يونت 6. Thank you.